أصعب حاجة اللي راني فيها هذا ما كنتش نستنى فيها في رمضان هذا، هذا هو رمضان اللي جوزته وحدي وليدي، صبت روحي وحدي، يعني الفاميليا كاينة بصح ما يتفكروكش، ما يجوش، ما يزوروكش، ما يسالوش عليك. وولادي تاني، ولادي تاني خصوني باسكو ماشي معايا، هذه هو رمضان اللي جوزته رمضان وحدي، ونقولهم صح رمضانهم. وانا بالنسبة لي جاني واعر رمضان باسكو صبت روحي وحدي. سبب على بالك، سبب اولادي باسكو ما همش هنا، غايبين، مي فاميلتي معايا، مي ما يشوفونيش، ما يتفكرونيش. هذا واش نقدر نقول لك، والله يجيب الخير وليدي هذا ما كان، ولكن وحدي، ايه راني وحدي. راك عارف بلي وحده بلا ما نحكي لك، يعني يطيح عليك واحد الوحش، واحد تخمام، تصيب روحك حتى الماكله تجي صامته، تصيب روحك وحدك ما عندكش يعني هذاك الكو تاع الماكله باش تاكل، ماشي كيما تكون ملمه وليدك ولا وليد وليدك ولا وليد بنتك ولا بنت بنتك معاك، راك تضحك تاكلها بالفرحه. ناكل كي شغل ناكلها شغل اوبليجي ناكلها، ما ناكلهاش بالفرحه وما ناكلهاش بالضحكه، ما نكذبش عليك. ما عندي وحدي ما نستبنش الماكله. لو كان يعني صبت تعرف واش هو، وليت نشوف نخيل مثلا، نخيل يا لو كان قط نتكلم معاه يونسني. هذا واش نقول. راني شوف ندعي ان شاء الله ربي يحنن قلوبهم، يجوا يشوفوني ويزوروني يتفكروني، ان شاء الله يحنن قلوبهم. هذا واش نقول، انا قلبي دايما حنين. ونزيد نقول الكلمه الاخيره، مديها كما قال دعاوي الخير من امي وبابا الله يرحمهم ويسر عليهم، ميتين طلب لهم الرحمه، ولكن حنا كي بقينا الفاميليا رانا مشتين. مالغري هكذا قلبي حنين، نقول لهم صحه عيدهم حتى ولا ما تفكرونيش وما جاونيش، وصحه عيد الجميع.